ببداية الحلقة رح يكون معنا أستاذة معجمية غريد الشيخ. غريد صاحبة ومديرة دار النخبة للتأليف والنشر، وأول امرأة عربية دخلت عالم المعاجم وأصدرت مجموعة منها، وآخرة معجم إلكتروني موسوعي على أجهزة أبل. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم أستاذة غريد. أهلا. الأستاذة المعجمية، هل هيدي تسمية ست غريد، تسمية تقنية أم لقب منحوك إياه؟ لقب يمكن، لأني أنا أول امرأة بتعمل معجم لغوي أو تدخل عالم المعاجم اللغوية. يعني عادة النساء بيكتبوا شعر، بيكتبوا قصة، بيكتبوا أبحاث، لكن كمعاجم ما حصل، يعني حتى مش بس بالبلاد العربية. يعني أنه أنا أول امرأة بتألف معجم، أنا معجمي بست مجلدات، في بقلبه 80,000 كلمة، الآن حولنا لإلكتروني على أجهزة الأبل، يعني صار باستطاعة كل شخص أنه يحصل عليه ويكون معه، يعني ما بيقدر يضيع أبداً عن اللغة العربية. مرجع. أكيد. بس من وين إجت الفكرة أستاذة غريد؟ يعني تتألفي معجم وأنت أول ست، هيدي بدها جرأة. هلا هي في، يعني في أرضية طبعاً. هلا أنا من بالأصل بحب اللغة العربية، ودرست دراستي أدب عربي، ماجستير ودكتوراه بالتحقيق المخطوطات. يعني أنا حققت بالماجستير مخطوط اعتلال القلوب في أخبار العشاق والمحبين، فكان جميل جداً الموضوع، وأنا غطست فيه ودخلت بالمعاجم العربية، لأن كل كلمة بحاجة إنك تفسريها. لقيت إنه في نقص كتير بالمعاجم العربية الحديثة، ولقيت المعاجم القديمة صعبة جداً، فقلت أنا ممكن بعد ما خلصت طبعاً رسالة الماجستير وناقشتها، لأن كان الموضوع كتير حلو، ما ممكن إني أتركه، يعني اعتلال القلوب وعشاق ومحبين طبعاً وكذا، فما تركته. أنهيت العمل ثم دخلت إلى المعاجم، فقررت أني أعمل معجم حديث بترتيب جديد حسب نطق الكلمة وإملاءها، وصدر بال2010 وأخذ ضجة إعلامية كتير كبيرة، وما زال حتى الآن مطلوب. يعني يعني بالمناسبة أنا وزعت حوالي 400 نسخة من المعجم ست مجلدات لكل مدارس الثانويات بلبنان هدايا، لأنه المدارس ما بيقدروا يشتروا الرسمية، فأنا قدمت لهم من الدار يعني هدايا لحتى يقدروا يرجعوا له. يعني حلو حلو. طب أي نوع من المعاجم عم نحكي هون غريد؟ اللغوي أو القواعد أو العلمي أو التاريخي أو حتى الجغرافي؟ كل شيء. كل شيء. هو اسمه المعجم في اللغة والنحو والصرف والإعراب. يعني أنا بعد ما أنهيت معجمي اللغوي اللي هو متن اللغة العربية، صار يسأل، يعني صرت أتصور إنه إذا أستاذ فات على الصف وبده حدا يسأله على كلمة إعراب، مثلاً حيث شو بنعربها، الاسم اللي ورا حيث شو بينعرب، ما شو بنعربها، فقلت ليه ما بزيد إعراب، بعدين قلت ليه ما بزيد مصطلحات، مثلاً بالتلفزيون بنطلع نشوف البرامج مثلاً الديمقراطية والديكتاتورية والبروباغندا، طيب كلهم هيدول نحن كلمات مصطلحات دخلت لغتنا وبنستخدمها وبنسمعها بس ما بنعرف معناها الحقيقي، فأنا قلت بدخلها يعني شوي شوي لحتى كبر صار ست مجلدات كامل متكامل. يعني يعني أكيد منه كامل، يعني ما زلت حتى اليوم أنا أضيف وأنقص، ويعني النسخة الإلكترونية الآن تزيد حوالي 20,000 كلمة عن الورقية. يعني عندك 100,000 مدخل، شي مليون كلمة بقلبه هيدا المعجم الصغير اللي نازل بجهة من التليفون. يعني طب احكي لنا كيف اجت الفكرة انه يصير على الأب ستور، مع انه معظم اللي بيكتبوا الأدباء والكاتبين بيحبوا خلاص يحتفظوا بنسخ ورقية، ما بيحبوا ينتقلوا للعالم الإلكتروني. أنا ما بقدر يعني فكر إنه نحن بالعصر الحديث يعني وعصر التكنولوجيا وأترك الساحة لناس عم ينزلوا معاجم غلط. يعني أنا ليه ما بسارع؟ يعني هو ما حدا منزل معجم لغوي عربي عربي على فكرة، لكن على جوجل مين ما بدك. هلا أنت إذا كلمة ما بتعرفيها بتدخلي على جوجل بتفتشي، سو في صعوبة بالوصول إلى هذه الكلمة، وفي صعوبة باستخراجها، وأحيانا بتطلع غلط. يعني بتشوفي منزلين مجموعة معاجم وأكتريتها غلط أو في تشكيل غلط أو شيء، فأنا سارعت مباشرة لأني نزله، لأن هيدا بتاخدي معك وين ما رحتي. يعني منك مضطرة تعملي سيرش، فقط بتكتبي اسم الكلمة اللي بدك إياها وبتدخلي لها مباشرة، بتلاقي كل معانيها. اللغة العربية لغة كتير واسعة طبعاً. يعني كلمة العين إلى كذا معنى حسب السياق،
يعني انت عيني مثلا بقول لك رحت على عين المي العين الجاسوس كمان. يعني اللغه العربيه كثير لغه واسعه ولازم اعرف بالجمله يعني اللي عم تستخدم فيها. طب اليوم الشباب ونحن منهم عم نكتب على التليفونات، عم نكتب، عم نبعث الرسائل كلها بالأحرف اللاتينية للأسف. نعم للأسف طبعا. قديش هذا الشيء ممكن يشكل خطر على اللغة العربية؟ لا، على اللغة العربية ما بيشكل خطر، على الأجيال الجديدة بيشكل خطر. اللغة العربية محفوظة، وبعدين دليل أنه العالم الغربي والتكنولوجيا اللي بيشتغلوا بالتكنولوجيا هن يهتموا بالعرب، لأن العرب أكبر سوق، فعملوا لك بالكيبورد يعني، وحتى بالكمبيوتر وبالتليفونات وكذا، بكل الأجهزة عم يتسابقوا لينزلوا بروجرامات للغة العربية. صح. ومنزلين لك الأحرف الغلط من عندك لما بتستخدمي. صحيح. الأحرف اللاتينية وبتكتبيها ما بعرف أي هيدا رقم، أنا ما بعرف أقراهن أبداً يعني، مع أنه الأحرف العربية موجودة. ليش عم نستسهل هذه الطريقة هلأ أنه اللغة العربية أدمنا غنية بالمفردات وبالأحرف تبعها وحتى بالإملاء، خلينا نقول، لأنه العين بما أكيد. أنه ذكرنا أكيد. العين تأرجع على حرف العين تنكتب مثل كل الأحرف بشكل ببداية الكلمة وبنص الكلمة وبشكل آخر كمان بنهاية الكلمة. هل هيدا الشيء عم بيسهل الأمر أكثر أنه نكتب باللاتيني؟ لا ما له علاقة، لأن أنا بعرف كثير حتى شباب مش أصعب؟ الكل بيعترف أنه اللغة العربية أصعب. اللغة العربية ليه أصعب يعني؟ منا أصعب، أنت لما عم تكتبي بالأحرف اللاتينية، يعني إذا أنا بدي فوت معي مصطلحات لحتى أقدر شو كاتبة، أعرف شو كاتبة، لا الأفضل سجلي لي صوتك بقى. يعني الأفضل يعني صار أنه منيح أنه في الصوت، وإلا الكتابة اللاتينية كثير صعبة. وبعدين مش كل الناس يعني بيستسهلوا بيدخلوا، يعني أنا عم أتعامل الآن مثلا مع جامعة بماليزيا، بماليزيا بيعلموا اللغة العربية. صحيح. والآن يعني في تعاون بيني وبينهم على تأليف معجم عربي ماليزي يعني، وبيحكوا عربي أحسن مننا. طيب ليه؟ أنه هن أجانب بالنتيجة يعني، بعاد كتير يعني، بس لمجرد أنه هن مسلمين، هي دولة مسلمة وبيعتمدوا اللغة العربية كلغة القرآن الكريم، اللغة العربية مع أنه مش لغتهم الأساسية. صحيح. لكن بتلاقيهم كتير بيحكوا عربي كثير منيح، كلهم يعني بالتاكسي بيحكوا عربي، كنت بماليزيا يعني من فتره كلهم بيحكوا يعني عربي. يس. يعني هلا هن عرضوا علي، بس نزلت الالكتروني انه نعمل معجم الكتروني كمان عربي ماليزي، يعني حتى مصور بداخله، هيك بنتعلم نحن الماليزي. كمان يعني بركي رحنا يعني ليش على ماليزيا. ممكن تنحكي كمان عن المعاجم يلي موجوده معنا، معجم اعلام النساء الفلسطينيات، في معجمين ومعجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية. نعم. يعني معجمين عن النساء من تأليف الأستاذة غريد، تحكينا عن هالمعجم. هلا أنا من كثر ما اشتغلت بالمعاجم اللغوية صاروا يتهموني إنه أنا عملي رجالي، فقلت لهم بالآخر حسيت من شي حوالي 5 سنوات بال 2019 صدر السعوديات، فكرت انه ليه ما بعمل شيء للنساء عن النساء العربيات كل دوله لوحدها، وبدات بالسعوديات لانه صاحباتي كثير بالسعوديه وبعرفهم، وفي دكاتره وفي كاتبات واديبات ورسامات وفنانات، فبدات فيه وكثير لقيت تعاون، انه صرت اطلب سيارهم الذاتيه ويعطوني اياها، وصحفيات واعلاميات، يعني كثير في اسماء يعني كثير لامعه يعني. فلما خلص المعجم يعني رحت على السعودية واستقبلوني كتير استقبال حلو، وحتى السيدات نفسهم اللي كاتبة عنهم اجوا وحضروا الاحتفال واحتفلوا بي يعني بطريقة كتير حلوة. هلا لما خلصت قلت يمكن الفلسطينيات بهيدا الوضع اللي نحن فيه، يعني أنا دايما أقول إنه أي مجتمع لا مش ممكن إنه نعرف المجتمع ووضعه إذا ما عرفنا وضع المرأة، لازم نعرف وضع المرأة. فأنا لما تقرأي الآن السعوديات مثلا فيك تقري حالة المرأة، تطور المرأة السعودية من وقت تأسيس المملكة أيام الملك عبد العزيز إلى الآن، يعني بتشوفي المرأة قد ايه كان لها أدوار قوية جدا. طبعاً. يعني طبعا يعني مرقت المرأة بالسعودية بمراحل كتير، وحضرتك قلتي كنتي كمان بالسعودية. رحت كتير أنا، بس إنه كان كتير الاحتفاء بالكتاب جميل يعني. طيب بس يعني يمكن معجم عن النساء والسيرة الذاتية عن النساء كمان
شيء منه متداول بعالمنا العربي عن النساء فقط والسيرة الذاتية. صحيح. قديت عذبتي لتجمعي معلومات عن النساء الفلسطينيات أو حتى عن النساء السعوديات؟ هلأ عادة كتب التراجم بيسموها كتب تراجم اللي هي كتب أعلام بتكون مختلطة، بيكون في جزء بسيط يعني بمرقولهم كم اسم سيدة عادة يعني مثل العادة. كتير فيه عنا عند العرب، لكن أنا لما قررت أني أعمل كتاب طبعاً أنا أتواصل مع السيدات اللي بعدهم أحياء، بتواصل مع اللي بعرفهم بقول لهم رشحوا لي أسماء، بطلع على اسم. هلأ طبعاً تكنولوجيا كتير سهلت علينا، يعني أنا برجع لسيرة الست قبل ما أتواصل معه وإلا أعطيني سيرتك الذاتية. أنا ما بكتفي، يعني إذا أنت حضرتك إعلامية أو هي إذا طلبت سيرتك لازم أرجع أنا أشوف أنت شو عاملة، بعدين بطلب منك انك تقولي لي شو البرامج اللي عملتيها، هل هو اعداد او تقديم او كذا، يعني بشوف مستوى السيده وبأرخ لك يعني بعد 1000 سنة أو 2000 سنة بيجوا بلاقوا اسمك موجود بين الاعلاميات مثلا العربيات يعني. فبتلاقي هون عندك 338 اسم سيدات من الطبقة الأولى بكل الفنون يعني بالأدب وبالطب وبكذا وبكذا، يعني كتير حتى عالمات فضاء يعني سياسيات دبلوماسيات فلسطينيات نوع آخر كمان، يعني الفلسطينيات عندهم المقاومة، عندك المرأة المناضلة، عندك الفنانة، عندك الكاتبة، عندك الأديبة كمان. لقى كتير لأنه أرخ لفلسطين من قبل 48 حتى من أيام الاحتلال البريطاني، في عندي أسماء سيدات موجودين اللي قاوموا الاحتلال البريطاني فلحد الآن يعني، وبعده موجود. وأكيد أي كتاب ممكن يكون له جزء تاني، بس بدنا نكمل على غير دول قبل يعني بدنا نعمل برمة على غير دول. الآن أنا بالجزائر يعني عم بتعامل مع سيدات الجزائريات والموريتانيات لأجمع، واللي بيخلص قبل هو اللي بيطلع يبصر النور يعني. أكيد. غير هيك كمان أصدرت سلسلة أيام مع شعراء، وهي سلسلة بتتناول كبار الشعراء، كمان أعطينا تفاصيل. هذه سلسلة هيك حلوة أدبية. أنا تخيلت بفترة أنه كنت عم بشرح ديوان شعر مثلاً للشاعر الأموي جرير، فتخيلت أنه أنا رحت معه على أمكنته أنه هو عم يحاورني وكذا، فكتبت خلقت شخصية اسمها رغد أنه هي بتكون عم تقرأ كتاب للشاعر، بتحلم أنه راحت معه على أمكنته، بتناقشه بتجادله بأموره، بيقرأ له من شعره، بترد عليه وبتنتقده، يعني هي شيء مثل القصة. فأكملت من جرير لنزار قباني طبعاً. كان كتير رائع، بدأت فيه بنزار قباني من البزورية من وقت ما بيكون ببيته، أنه بتروح رغد بتزوره وبتاخد له باكيت راحة مثلاً، وبيقعد بيحكي له بيقول له في أحلى من بيت أمي، وبيقرأ له شعره وكذا. بعدين في محمد الفيتوري الشاعر الأفريقي الكبير يعني السوداني اللي حكى عن تحرير أفريقيا. بعدين في سعادة السفير عبد العزيز خوجة اللي هو وزير الإعلام والثقافة بالمملكة كان، وكان كمان سفير المملكة بلبنان وبعدة دول. كمان هو شاعر كتير لطيف وكتير شعره حلو يعني، خصوصا الغزل عنده كتير حلو، عنده شعر تصوف، فكمان كتبت عنه. فهذه السلسلة أربعة، وبحلم أني أرجع أكتب عنها، بس المعاجم سارقتني أنا يعني. أنا بحس واضح عالم تعبيرك أساساً عم تحكي بشغل أكبر، بس تحكي عن المعاجم حلوة حلوة لأنه فيها لذة يعني. أنت عم تقري الشعر عم تحلمي أنك عم أحياناً بتشوفيه يعني. أنا لما كتبت عن محمد الفيتوري كنت بعرفه، كنت التقي فيه وكان يشرح لي قصائده ويعلق لي علي ويقول لي هون صح وهون غلط وكذا، ونروح نحضر مسرح الرحابني مع بعضنا. وعبد العزيز خوجة كمان بعرفه معرفة شخصية يعني، بس جرير أكيد ما بعرفه يعني لأنه بالعصر الأموي يعني ما معقولة إني أعرفه يعني. ونزار قباني، نزار بعرفه، أهديته أول كتاب اللي هو جرير، قلت له عم ساوي عنك كتاب، وللأسف بآخر الكتاب هو توفى، ما لحقت وديله إياه يعني، كنت بتمنى يعني، بس إنه بس الكتاب فعلا رائع، كتابي عن نزار. كرمتيه وقال شيء قلتي له إنه عم بعمل كتاب عنك، هذا شيء كتير حلو. شفته بالجامعة الأمريكية بأمسية وقلت له انه عم بعمل كتاب، واعطيته جرير، فقال كثير انبسط فيه، قال لي بتمنى انه تعملي بنفس الاسلوب، قلت له اكيد يعني. طيب تحكي كمان عن قصص الاطفال بمجله العربي، اكيد بتاخذ هيك حيز بقلوب الكل قصص الاطفال. مش بس الاطفال، حتى الكبار اللي عم يقروا للاطفال.
صح. هلا انا بالاصل بكتب للاطفال، يعني انا ما لها علاقه شغلي المعجمي بانا شو بحب. يعني انا بحب الاطفال كثير، يعني اذا بشوف ولد بالشارع لازم وقف سيارتي انزل العب معه، يعني اكيد، او احكي له حكايه. اذا شفت ولد عم يبكي بين ايدين امه بحكي له حكايه لينام. فأنا من زمان بكتب للأطفال، بس أخيراً من حوالي سنتين طلبوا مني مجلة العربي أنه أكتب لهم للعربي الكبير أخطاء شائعة. قال لازم نكتب أخطاء، لأني أنا اختصاصي لغة عربية، أنه ضمن اختصاصي كتب سلطينا الضوء على الأخطاء الشائعة. قلت لهم أنا بكتب بس للصغار، فعم بكتب داني يصطاد الأخطاء. داني هو حفيد أختي، صغير بحب اللغة العربية كتير، وبحب بيقول في أحلى من لغة الضاد. ليش الناس بيقولوا إنه اللغة العربية مش حلوة؟ في لغة فيها حرف الضاد أو حرف العين، يعني هيدا العين اللي صحيح. العين والح والضح يعني. فأوحالي بالفكرة، وأنا دايما بتناقش أنا وياه، وبحاول هو إنه أوقاتي هيك إنه أنا بعرف أكثر منك، لأنه بيحفظ كثير وبيحفظ شعر. ففكرت إنه أعمل داني وجدته اللغوية، إنه داني يصطاد الأخطاء، بيكون عم يحكي هو وياها أو شيء بيصطاد له، وهو بيحب علم الفلك. فكمان في حلقة مثلا عن كوكب الزهرة، منشكل الكوكب، منشكل اسم الزهرة مثلا، وبعدين منشتق الكلمات اللي من الأخطاء الشائعة اللي بتكون موجودة عم يتداولوها العالم، منسلط عليها الضوء. يعني كل مرة بناخد جذر كلمة منسلط الضوء على كل عائلة الكلمة، يعني بطريقة مهضومة. يعني إنه هون الجدة منا جدة هيك تقليدية وكذا، لا، إنه عم تحكي معه عم تناقشه وكذا، بتخليه بتغلط قدامه لحتى يصلح له، يعني بتفرحه هي انه استاد خطأ، يعني عم بتشجع. ايه ايه، فالكبار عم يقروها اكثر من الصغار. على فكره والاهالي بينبسطوا فيها كمان هيدي. ما قلنا انه اللغه العربيه مش حلوه ابدا، ولكن كثار بيعتبروا انها صعبه فقط لغير، يمكن من هيك بس لو حبيتيها بتبطل. اكيد اكيد. أنا إذا هديتك مثلاً داني أستاذ الأخطاء ببعث لك ياهن القصص. عن جد إذا بتقري قصة واحدة بتحسي إنه دايماً بدك تقري عن هاللغة قد هي حلوة، قد فيكي تلعبي على. أنا بعشق يعني اللغة العربية، وما بعرف أعبر غير باللغة العربية. حلو. إيه بس بعرف من الجيل الجديد. أنا بكتب، حتى بكتب وبستلز، ولكن الجيل الجديد خلص كتير اليوم بسمع الأهالي، لأنه دزيلي رسالة على أخت إخواننا العراقيين. دزيلي رسالة بالعربي. أهلا وسهلا فيك غريد الشيخ، انبسطنا بوجودك معنا أكيد، ويعطيك ألف عافية وشرفتينا. شكرا أكيد. شكرا شكرا كثير لكم. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.